السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من نوستالجيك سكوب. قبل حسن ما صايرين؟ الصراحة هاي الحلقة شوية تختلف عن باقي الحلقات اللي سويناها. حاليا متوجهين للعيد دار الزين. نعم، في مكان بنروح له ان شاء الله بتعرفون بعد شوي. نعم، المكان هذا لا علاقة بتفرتنا، يعني اللق اللي هني اللي عاش المرات ذكريات لا تنسى. حاليا الساعة 2 الظهر وتاريخ 10/1/23، يعني تقريبا بنوصل هناك على حدود 3 وربع تقريبا شيء، وبتعرفون انتم بعدها. حاليا متوجهين لمكان قضينا فيه طفولتنا وزرناه لمرات عديدة جدا واستمتعنا فيه وايد. عشان نكون واضحين اكثر، هو حديقة العاب، وبتعرفون اي حديقة بعد شوي. اللي عايش بالامارات راح يعرفها الحديقة، أما اللي خارجها يمكن يكون زايرنها في وقت ما أو سمع عنها. وهي كانت من أهم المواقع السياحية بالإمارات سابقا، لدرجة أن جميع سكان الإمارات الأخرى يزورونها. أنا وسالم حسينا بيوع شديد وما عرفنا وين نسير ناكل في البداية، ولكن عقبها يف بالنا مطعم كلاسيكي اللي هو مطعم اليحر. الصراحة اشتكت للمضبي. شو تسوي؟ لنكمل. انتظر الطعام، انني جائع. شو طلبت؟ ضبط دياي. يا سلام، بعد 10 دقائق وصل الطعام أخيرا. لا تشرب شاني يا سامراب. سوينا ريفيو على اللعبة. ها وصلنا للوجهة المطلوبة اللي هي مدينة ألعاب الهيلي. هذه خريطة الحديقة، وهي مش كاملة وبتعرفون السبب بعد شوي. هذه قائمة الألعاب بحسب الترقيم عليها بالخريطة. للأسف في قائمة تقولك إن في ألعاب مغلقة للصيانة، وهذه بوابة التذاكر، وهني أسعار التذاكر ومواقيت افتتاح الحديقة. يلا ندخل ونستكشف. أوكي جماعة، إحنا وصلنا الموقع في مدينة ألعاب الهيلي. مثل ما تشوفون حالياً راح ناخذنا لفة ونشوف شو الألعاب المتوفرة اللي بنقدر نلعبها من اللعبة. الحد الأدنى. أشوف. وقف. لا ما يستي. أطلع. We'll be right back.
هاللعبة هي لعبة المظلات، وهي من الألعاب المفضلة، ومن كثر ما نحبها لعبناها أكثر من مرة. وها هو حسن يحلق عاليا. بغينا نلعب لعبة الشرطوف، لكن للأسف محتاجة صيانة. لعبة قديمة جدا. الحين بنركب القارب اللي على شكل إوز. حصل الأشباح. حصل الأشباح. انظر ما بداخله. كله مسكين. هذه لعبة المركبات اللي تلف على الصاروخ. وهاي لعبة الكراسي المرتفعة، وهي للأسف مغلقة للصيانة. تشوفوا هالمبنى؟ هالمبنى هو عبارة عن مسرح خاص بمدينة ألعاب الهيلي، كان يقام فيه فعاليات وحفلات غنائية، وكانوا يبون مشاهير كبار المغنيين. حاليا هو مسكر بشكل كامل وصاير مهجور، وبنشوف شو اللي تم منه. هذه المدرجات، شوفوا الحين من الداخل، للأسف حالته يرثى لها. ياه للأسف، في وقته كان شيء جميل، بس لا تحاتوا. قررنا أنا وسالم نحيي الحفلة من جديد. هالبقعة من المسرح اللي صارت فيه الفعاليات والحفلات، واذكر عمالقة المطربين اللي غنوا بهالمكان، نفس المغني عمر عبداللات واحلام وغيرهم. أنا وسالم كنا نتناقش عن الذكريات في هالمسرح. أنا أذكر بعد من ضمن الفعاليات إنهم يابوا أشخاص تنكروا بملابس سلاحف النينجا وباتمان لما كانت شعبيتهم ضخمة بالوطن العربي. هالبقعة كان فيها لعبة ركوب فناين القهوة، للأسف هاللعبة تكسلت وحطوا الفناين بعيد وما راح ترجع للأسف. هذه لعبة السفن الطائرة، وهي مغلقة للصيانة حاليا. وهني منطقة الشواء حق ناوي يشوي تكة ولحم والآخرة. هذه لعبة الصاعقة، واللي هالمركبات تدور فيها بسرعة شديدة. هي لعبة حلوة بس راح تخليكم تدوخون من القلب. حاليا تحت الصيانة. هذه لعبة البنت بول، وهي لعبة رماية الكرات الملونة ومسكرة حاليا. على فكرة يا جماعة، الجهة الثانية من الحديقة هذا النص الثاني منها، للأسف النص الثاني مسكر حتى شعر آخر، ما نعرف لمتى. اللي يذكر يعني النص الثاني من الحديقة كان فيها ألعاب نفس قطار الموت وألعاب أخرى، للأسف يعني فنبغى نشوف شو فيه هناك، بس مسكر إلا لو لقينا طريقة يعني بشكل منروح.
بس ما نعرف. هاللعبة هي لعبة 5D واللي كانت معروفة سابقا بالسينما المتحركة. معروفة فكرتها، اجلس على هالكراسي المتحركة وعيش الفيلم القصير اللي تشوفه. هالبقعة كان فيها مضمار دراجات نارية صغيرة وللأسف اختفت من الوجود. زي يا جماعة رايحين الجهة الثانية، عارف المكان بشكل ما، بس ما مرسلي موحش يا ريال. ألمنا ذا دارك وهرزن ديفل مسكر عده؟ لا خلنا نشوف. هذا هو، تذكر لما كان في منطقة الزرقاء ومنطقة الخضراء وشي وفي منطقة الصفراء؟ خلنا نشوف نشوفي. هذه الجهة الثانية. زين. أوكي. حرفياً. ما فيه أي شيء، تشوفون؟ فاضي المكان. هذه البقايا من النص الثاني للحديقة. الحين قاعدين نمشي نشوف يمكن حصل شيء يستحق التصوير. هذه كانت سكة حق القطار اللي كان يلف حول الحديقة، والمحزن إن القطار ما عاد موجود. هذه لعبة المهرج الطائر، وهي شغالة بس هي لصغار السن فقط، وقبل كنا نقدر نركبها. هذه لعبة توستر ماونتن، معروفة ان تركب على مقطورة وتتحرك على السكك. خلينا نجربها. هذه لعبة الحصان واللي هي معروفة عند الكل وتلعب إلين يومنا. هذه لعبة الكراسي الطائرة، تشبه لعبة المظلات بس مش بنفس روعتها ونوعا ما تدوخ. وفي نهاية الرحلة تعبنا من اللعب وقلنا خلنا ناخذ استراحة وناكل أشياء خفيفة.
شوفوا طريقة إعداد البطاطا المقلي الحلزوني، وبصراحة لذيذ جدا. وها هو البوب كورن أو الفشار. انظروا إلى البطاطا المقلية الحلزونية المغطاة بالكتشب، لذيذة جدا. بعد البطاطا المقلية لا بأس من التحلية بقليل من البوضة. اكتشفنا في الوقت الضائع طريقة دخول المنطقة المغلقة، نفس صالة التزلج وغيره، بس إن شاء الله بنحاول ندخله في المرة الجاية بإذن الله. هذه لوحة التأسيس مالت الحديقة، واللي تأسست في سنة 1985. تصدقون يا جماعة، أنا عندي هاي الصورة الوحيدة من ذكريات الماضي في حديقة الهيلي يوم كنت صغير. كان عمري تقريبا يمكن مال 6 سنوات أو 7، ما أذكر بالضبط. إن شاء الله استمتعتوا بالرحلة. اللي زار هالحديقة قبل خلي خبرنا عن ذكرياته، سواء إن كنتوا من الإمارات أو برا الإمارات. وفي أمان الله جميعا، ونشوفكم على خير. تنتهي الحكاية وجاءت النهاية لم تنتهي الحكاية غدا يا أصدقاء نعود للقاء غدا يا أصدقاء نعود للقاء القوة في المجموعة في كلمتها المسموعة القوة في المجموعة في كلمتها المسموعة في خطتها الموضوعة بالصبر والذكاء غدا يا أصدقاء نعود للقاء غدا يا أصدقاء نعود